الحياة مليئة بالعبر، مع كل نسمة عبرة، في كل لحظة عبرة، مع كل ولادة عبرة، مع كل يوم جديد عبرة. فكما أن الحياة في هذا الكون هي التي ترى ونحن نتعامل معها بالرغم من أننا لا نعرفها. نحن نتعامل مع الحياة ولا نعرف الحياة، لأن الحياة فيها روح، والروح لا يمكن استيعابها بالعقل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ما هي الحياة في وردة حقيقية؟ وما هو الفرق بينها وبين وردة صناعية؟ ما الفرق بين شجرة حية وشجرة ميتة؟ بين إنسان حي وإنسان ميت؟ الفرق إنما هو في الحياة. المهم، الكون مشحون بالحياة، وأيضا مشحون بالعبر. العبرة موجودة في كل مكان، في كل شيء، في كل وقت. خذ أنت ساق نبات صغير، ساق صغير جدا، وتأمل ما في هذا الساق، تجد أن كل عبر الحياة موجودة في هذه الساق، كل عبر الحياة، ابتداء بما يرتبط بالوجود والخلق والخالق، وانتهاء بعبر الشباب والكهولة والموت، وعبر الحياة المختلفة. في هذا الساق أودع الله كل العبر. فلو أن أحد أراد أن يبحث عن الحقيقة، فمن خلال ساق صغير لنبات صغيرة يستطيع أن يصل إلى عبرة الوجود الكبرى، وهي وجود الخالق. فإن الله عز وجل أودع في هذا الساق حكمته، قدرته، علمه، ومن خلال ذلك تستطيع أن تكتشف وجود الله عز وجل، وتؤمن وتصدق أن هنالك خالقا خلق. وإلا من أين جاءت الحياة في هذا الساق؟ لا أنت ولا أنا ولا البشرية ولا الذي يزرع ولا الذي يفلح، لا أحد أعطى الحياة لهذا الساق. إذن هنالك رب. أيضا من خلال هذا الساق تستطيع أن تعرف أن كل شيء يبدأ من نقطة ثم ينتهي إليها. أي يبدأ من نقطة الوجود وينتهي إلى نقطة الوفاة. فكما أن هذا الساق لم يكن موجودا في يوم من الأيام ثم وجد ثم ينتهي من جديد إلى الوفاة، كذلك الكون، أي أن عبرة الحياة والموت مودعة في هذا الساق، ساق نبات صغير. كذلك فيما يرتبط بالشباب وعبرة الشباب، يمكن أنت الآن شاب وتشعر بالنشاط والقوة، لك عضلات مفتولة، قادر على أن تفعل ما تريد، لأن كل أجزاء جسمك سليمة، أنت نشط، أنت قوي. لكن هل فترة النشاط، فترة الشباب تبقى دائما أم هي مؤقتة؟ من خلال ما تراه في هذا الساق الصغير تستطيع أن تعرف هذا الساق ليس دائما قويا، ليس دائما نشطا، ليس دائما شبابا، ينتهي إلى حالة الهرم ثم إلى حالة الوفاة. إذن عبرة الشباب والكهولة والشيخوخة أيضا مودعة في هذا الساق.